الخميس الموافق للحادي والثلاثين من شهر ديسمبر لعام 2020. فأهلا بكم مشاهدينا الكرام لاستعراض أبرز ما جاء في طيات الصحافة المحلية لمملكة البحرين. على الله توكلنا مشاهدينا، ونبدأ مع صحيفة الأيام والتي استهلت في أولى صفحاتها. وجه كلمة في حفل إعلان الفائزين بجائزة الملك لتمكين الشباب. الملك أيده الله ورعاه، مزيد من الفرص العلمية والمعرفية للشباب. المشير: مواجهة كل من يمس ذرة من تراب الوطن. وإلى صحيفة أخبار الخليج والتي نشرت رسالة إلى الملك من أمير الكويت، تسلمها ولي العهد رئيس الوزراء ناصر بن حمد: البحرين المكان المفضل وأرض الفرص للشباب. تحذير من التجمعات في عطلة رأس السنة الميلادية. ومع صحيفة الوطن والتي استهلت وزير الداخلية: وضعنا استثنائي يستدعي تعزيز القوة الذاتية لتأمين الحدود البحرية. فعاليات: المحرق، عصية على أكاذيب الجزيرة، والنظام القطري يعاني عقدة من البحرين. أما صحيفة البلاد فقد بيّنت: الخارجية، الحوثيون يعرقلون الحل السياسي. إلى أهم ما جاءت به الصحف من أخبار لهذا اليوم، ونبدأ مع صحيفة أخبار الخليج ونقرأ منها أن مملكة البحرين تستعد لاستقبال رأس السنة الجديدة بخطة حكومية صارمة تستهدف منع التجمعات والحفلات في جميع مناطق البلاد. وكشف مصدر خاص أن الإجراءات تتضمن إغلاق عدد من الشوارع الحيوية في منطقة العاصمة. وبخط قلم الكاتب محميد المحميد، نشر صحيفة أخبار الخليج مقالا له بعنوان السلطة القضائية وجهود فريق البحرين، فإلى المقال. بالأمس صدر عن المستشار عبد الله بن حسن البوعنين رئيس محكمة التمييز نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء قرار بتخصيص المحكمة الصغرى الجنائية الثانية والثامنة للنظر في القضايا والإجراءات والتدابير المتعلقة بالحد من انتشار فيروس كورونا المعنية بالتجاوزات والتجمعات وحسمها خلال 24 ساعة. هذه تجربة متميزة تؤكد الحضور الفاعل للسلطة القضائية ضمن فريق البحرين، وكذلك هي النيابة العامة، حيث أعلن سعادة الدكتور علي بن فضل البوعنين النائب العام عن جاهزية النيابة العامة للتحقيق والتصرف في القضايا الخاصة بالإجراءات والتدابير الاحترازية لمنع انتشار جائحة كوفيد 19 والتجمعات المخالفة التي تتجاوز العدد المسموح به، ليتم إنجازها سريعا وذلك خلال مدة أقصاها 24 ساعة. الحضور الفاعل للسلطة القضائية ضمن فريق البحرين يؤكد العمل التكاملي والتعاون الرفيع الذي نتطلع لأن يكون حاضرا دوما في كل أعمال ومشاريع وبرامج ومبادرات الدولة. كشف وزير التربية والتعليم الدكتور ماجد النعيمي أن مركز الأعلام الطلابي يقوم خلال العام الدراسي الجاري بتنفيذ عدد من البرامج التدريبية عن بعد في مختلف المجالات الأعلامية عبر برنامج تيمز. نتحول إلى صحيفة الأيام ونقرأ منها أن وزارة الصحة أكدت أن عملية التطعيم المضاد لفيروس كورونا مستمرة وفق الحملة الوطنية للتطعيم، مشيرة إلى أن تحديد مواعيد التطعيم يتم حاليا حسب المخزون المتبقي من الكميات التي وصلت لمملكة البحرين حتى الآن.
ومن الصفحة الرياضية نطالع أن الاتحاد البحريني لكرة القدم فتح مجال التسجيل للفرق الراقبة في المشاركة منافسات الدور المفتوح للهواة المقرر أن يكون خلال شهر فبراير من العام المقبل، إذ سيكون مجال التسجيل مفتوحا حتى 10 من شهر يناير لعام 2021. بقلم سماح علام نقرأ مقالا لها بعنوان بين كوفيد 19 و20 البحرين محظوظة، فإلى هذا المقال. بين كوفيد 19 وكوفيد 20 تتشكل معضلة الفهم ويتعارض الشعور باليقين مع التوجس من كل جديد، فالمجهول دائما مخيف والتغيير غير مقبول، وبين كل ذلك تتداخل مشاعر القلق لتبرز الطبيعة الإنسانية القائمة على التشكيك في كل ما هو جديد، حقيقة يجب التوقف عندها. مفادها أن تحور الفيروس هو ترجمة لصراعه من أجل البقاء، فالفيروس حسب رئيس الجمعية العربية الأمريكية يتحول للأقل فتكا، إذن نحن أمام فيروس يصارع من أجل البقاء، هذا يعني أنه فيروس أصابه الضعف والهوان. اللقاحات عبر التاريخ أنقذت البشرية من الكثير من الأمراض الفتاكة، وحسب الأطباء وأهل الاختصاص لا خوف من سيناريوهات الخيال العلمي التي لا تمت للحقيقة بصلة. البحرين محظوظة، وكل إنسان على أرضها ستتاح له فرصة أخذ اللقاح الآمن بتوجيه سام ومباشر من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، الذي يجسد بأوامره السامية أعلى درجات الإنسانية والمساواة والعدالة التي لم تفرق بين مواطن ووافد. ومع صحيفة البلاد ونقرأ منها أنه تنفيذا لأمر صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس الوزراء بتوزيع وتخصيص 5000 وحدة وخدمة سكنية، أعلن المهندس باسم الحمر وزير الإسكان عن بدء الوزارة بتوزيع قسائم سكنية بمشروع سترة على المستفيدين. نشرت صحيفة البلاد مقالا للكاتب محمد المحفوظ والذي جاء بعنوان النسيج تراث ومصدر جذب سياحي، فإلى أهم ما جاء في هذا المقال. إقامة مصنع للنسيج في قرية بني جمرة كان حلما يسكن ذاكرة الأهالي منذ عقود طويلة، حتى رأى هذا المشروع النور والحلم تحول إلى حقيقة، فالطموح أن يصل نسيج بني جمرة إلى العالمية. الإشارات التي يحملها إنشاء المصنع عديدة، من بينها إعادة أمجاد المهنة وتقدير الدور الذي يقوم به النساجون الذين تحدوا كل العقبات وقدموا كل التضحيات حفاظا على مهنة الأجداد، وكان نهجا حميدا ذاك الذي دأبت عليه هيئة البحرين للثقافة والآثار بإشراك مؤسسات المجتمع لإحياء المهن والحرف. بإنجاز مصنع النسيج فإن هيئة البحرين تختتم عامها الثقافي المستمر رغم التحديات الكبيرة والعقبات التي سببها وباء كورونا، والحفاظ على الحرف اليدوية والصناعات التقليدية هو من ضمن أولويات الهيئة، والرهان على المبدعين من أبناء البحرين بتمسكهم بممارسة الصناعات العريقة كصناعة النسيج. إلى ذلك نشر صحيفة البلاد أن فريق الرماية بوزارة الداخلية حقق المركز الأول في منافسات بطولة الخليج للرماية عبر برنامج زوم، والتي جاءت بتنظيم من اتحاد الإمارات للرماية لرماة المسدس والبندقة ضغط، والتي استمرت لمدة 3 أيام.
نشرت صحيفة الوطن أن وكيل وزارة الصحة الدكتور وليد المانع أكد أنه لم يتم رصد أي حالة إصابة بفيروس كورونا من السلالة الجديدة، مشيرا إلى أن مملكة البحرين شهدت للأسف ارتفاعا تدريجيا في عدد من الحالات القائمة خلال شهر ديسمبر بنسبة 34%. أكد المقدم طبيب مناف القحطاني استشاري الأمراض المعدية بالمستشفى العسكري على ضرورة اختصار التجمعات في عطلة رأس السنة الميلادية على الأسرة الواحدة والمحيط الاجتماعي المحدود، خاصة مع رصد 39% من الحالات المسجلة خلال شهر ديسمبر الجاري انتقل لها الفيروس عن طريق المخالطة. من المؤمل أن تشارك مملكة البحرين في 7 دورات رياضية للكبار في عام 2021، وذلك في حال عودة إقامة الدورات بشكل طبيعي بعد جائحة فيروس كورونا، والتي تسببت في تأجيل وإلغاء العديد من الدورات الرياضية. هذا وكتب الأعلامي غازي الغريري مقالا في صحيفة الوطن والذي أتى بعنوان وانتهى عام 2020. فإلى المقال. نودع اليوم عاما مضى بكل تفاصيله وأحداثه الثقيلة التي مرت على العالم بأسره في ظل انتشار جائحة فيروس كورونا التي اجتاحت المعمورة. غدا سيكون اليوم الأول من عام ميلادي جديد، نسأل الله أن يكون عاما مغايرا يحدون فيه الأمل بعودة حياتنا إلى طبيعتها كما كانت، لنستشعر نعم الله الكثير على البشرية قاطبة. لا بد من الثقة بالله أن هذه الجائحة ستزول بإذنه تعالى، وما يبعث على التفاؤل هو التوصل إلى لقاح لهذا المرض الذي يعد بارقة أمل للقضاء عليه وإن استغرق الوقت أشهرا. في البحرين كان التعامل مع هذه الجائحة مختلفا وفاق التوقعات حقيقة. هناك ارتياح شعبي من الإجراءات الحكومية لمواجهة فيروس كورونا. كانت الأشهر الماضية خير دليل على ذلك بإدارة وقيادة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لفريق البحرين الوطني بكوادره الذين سطروا أروع الأمثلة من خلال تواجدهم في الصفوف الأمامية للمحافظة على صحة وسلامة المجتمع. فقيادة هذا البلد ممثلة بجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه جعلت صحة المواطن وكذلك المقيم على رأس الأولويات. وإلى فن الكاريكاتير. إلى هنا مشاهدين نكون قد وصلنا إلى ختام برنامج صحافتكم لهذا الأسبوع، ولمزيد من الأخبار والمستجدات بالإمكان متابعة القنوات التفاعلية لمركز الأخبار على مواقع التواصل الاجتماعي الظاهرة على الشاشة، كما بالإمكان متابعة باقة البرامج والبث المباشر عبر تطبيق BHTV and Radio وموقع live.ph. شكرا لكم على طيب المتابعة وإلى اللقاء.